هذا جزاء صدقي، تلقيت لكما. حسنا، ناندي ليس بعيدا. أوتش. بيروية ما زالت لدي كرامتي. تعلمت الدرس. سأجرب هذا. جيد. هذه نادين؟ دخلت بالفعل الآن. سأصل إليها. لابد أنهما تختبئان. لم تبتعدا ماشيا. Huh.
المتفجرات تلائم ناقلة الجنود. لا لا you
يحدث بها اندعاجا. اهلا انت. نادين، أنت بخير؟ لا تنسي تفعل لنا المشاكل، أليس كذلك؟ أجل، اسمعي، لن نذهب إلى أي مكان والأوغاد خلفنا. انتهى الأمر، نحن بأمان. سحقا. أساعدك؟
على الروح. لقد كذبت علي. لم أكذب، أخفلت الجزء الخاص بسام. هذا عظيم. اسمعي أساف، متقدم وعلينا الإسراع. علينا؟ تباً. اسمعي أنا. هيا تكلمي. حسناً، سأعترف بالأمر. أحتاج مساعدتك. كنت طلبتها قبلاً. وإن أردت النيابة ستحتاجيني. لقد أخفقت. حسناً، هذا هو اعتذارك؟ إن كان سيحافظ على تركيزك فأكيد. اسمعي، لدى كلتينا ما تخسره هنا، صحيح؟ سأوضح الأمر. الناب هو أولويتي، ليس ساندريك وليس أنت بالتأكيد. مقبول. ماذا تفعلين؟ تأكدي ألا يتبعنا أحد. فكرة جيدة. ما كان هذا؟ بالضبط كما سمعت. ماذا يفعلون؟ طريق مختصر. غير معقول. أوه واو، أرشد الملوك شعوبهم عبر هذه الأنفاق. ماذا؟ لم نعثر على المدخل، عثرنا على الباب الخلفي. حسناً، يشبه البئر المتدرجة. لا تهتمي. تسمعين هذا؟ الآن أسمع. ما هذا؟ أين كان فهو قريب؟ الانهيار حدث بسبب المتفجرات. بهدوء. لا بأس. أنا آسفة، سنخرجك. هيا. لحظة، يجب أن ننزل. بهدوء. أتحدثينني أم الفيل؟ كلاكما. مهلا مهلا، بروية. حسنا، إذا أين سيأخذنا؟ أينما يريد. هل تريدين من هذا؟
اسمعي، أنا لست شخصية اجتماعية. أنت أنانية. نعم صحيح، أنا أنانية فعلا. أجل. إذن تعلمين. حسنا، سمعت يا أبي، ورثت شيئا عنك. ماذا حدث لأبيك؟ هو لم يستطع الهرب. عرضت عليه وزارة الثقافة تمويل إحدى بعثاته لأنه قال إنه يسعى خلف شيء مهم. دائما هناك شيء مهم، لكن اللصوص اقتحموا معسكره و عثر عليه بعد أسابيع، وهذا هو ما تبقى منه. آسفة. أوه لا عليك، كان هذا اختياره. إذن اسمع يا فريزر، ليس عليك. ماذا يفعل؟ إنه يسرع. أوقفيه. أتحدث لغة الأفيال؟ انظري لهذا. فهمت الآن سبب التوتر. بشأن موضوع سام، أتفهم الأمر، اتفقنا؟ لدي ما يكفيني من الوراء، دعينا لا نجعل هذا يعيق طريقنا. حسنا اتفقنا. هيا. إن لم نحقق شيئا اليوم فعلى الأقل لممنا شمل العائلة. تباً ابقي بعيدة معهم في منزل. هذا الفيل سوف يقتلك. من المخزي قطع هذه المسافة والموت العين هنا. هيا سألتقط هذه. أوه حسناً شكرا. ابتعدي، هذا جيد. والآن قفي هناك ومدي يدك. ماذا؟ هكذا يستأنف. شكرا جزيلا. مر زمن منذ رأيت فيلا، ولكن هذه الفيلة أصغر مما ظننت. اعتدت رؤية الفيلة الإفريقية، أما هذه فهي. لطف من أصاف ترك الإمدادة لنا. خذي بعضها إن أردت. فكرة. بالأعلى.
على السلالم أرى ضوءا منعكسا على المياه.